غاب عن أهله مجبر، ولما رجع لقى زوجته متزوجة من أخوه، وكل هذا بتخطيط من أهله. ليش غاب وليش زوجته تزوجت أخوه وشنو اللي سواه لما عرف، كل هذا راح تعرفوه بحلقة اليوم. أنا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا، تعال أحكي لكم. هلا يابا، شلونكم؟ تبلش قصتنا ويا الزوجين خالد وفاتن من العراق. خالد وفاتن اقارب تزوجوا من بعض بسن مبكر. خالد كان عمره 18 سنه وفاتن كان عمرها 15 سنه، لان بحكم عادات اهلهم يزوجون ابنائهم بسن مبكر. بعد زواجهم الله رزقهم بطفل، وخالد التحق بالعسكريه، وهذا الكلام كان سنه 85. خالد عاش ويا اهله هو وزوجته وابنه، كون عائلتهم كانت مو كلش كبيره، ما عنده غير اخ واحد فقط، واستمر يلتحق بالعسكرية ويرجع بالإجازة لأهله، وكانت علاقته بزوجته جدا قوية. بعد سنتين من زواجه بيوم من الأيام التحق بالحرب، وكانت الحرب جدا قوية، وهذا الكلام سنة 87. بالعسكرية كان خالد اختصاصه سائق سيارة عسكرية، دائما يفتر على النقاط وعلى الجنود أصدقائه، وبذاك اليوم كان هو بالخط الأمامي وطلع بسيارته حتى يشيك الوضع ويفتر على النقاط. كان ويا واحد من أصدقائه، فخالد طلب من صديقه يسوق بمكانه لأنه كان تعبان، وبالفعل أخذ السيارة بمكانه وظلوا يمشون بالسيارة وما انتبهوا إلا وهم قريبين من خط العدو. شاءت الأقدار بذي الليلة انقصفت سيارتهم. خالد قدر يخلص نفسه وينزل من السيارة، لكن صديقه بقى متأثر بالضربة وبقى داخل السيارة. احترقت السيارة وهو بداخلها، وخالد كان يزحف على الأرض حتى يخلص نفسه. ظل خالد يزحف على الأرض إلى أن تقربت عليه قوات العدو وأخذوه وصار أسير عندهم. بعد ساعات وصلوا أصدقائهم الجنود، لقوا السيارة محترقة والسائق ملامحه ما تنعرف من النار. الجنود والضباط ظنوا اللي مات هو خالد واللي تأثر هو صديقه، كون خالد هو السائق. المهم وصل الخبر لأهل خالد بأن ابنكم استشهد بالحرب، وطبعا أهله وزوجته فاتن انهاروا، لأنه خالد كان شاب وكان توه صار لسنتين من متزوج، وصار باعتقاد الكل أنه صديق خالد هو الأسير وخالد هو المتوفي، لكن العكس هو الصحيح. القيادة وصلت الجثمان، وأهل خالد أخذوا الجثمان ودفنوها وسووا فاتحة ومشت الأمور. وعدت سنتين على هذا الموضوع، وفاتن ظلت حزينة على وفاة زوجها أبو ابنها. أبو خالد طلب من فاتن تبقى عندهم لأنه كانوا ما يقدرون يفارقون حفيدهم، وهي أيضا الأم ما تقدر تفارق ابنها. وبيوم الأب قال الأخو خالد الأصغر أنت تتزوج مرت أخوك، لأن ما يصير ياخذها غريب وابنه يربى عنده، ولا يصير ناخذ ابنها منها ونحرمها من شوفته، وزوجة أخوك شابة ومن حقها تتزوج. أخو خالد طاوع أبوه، لكن فاتن رفضت وقالت لهم ما أقدر على هذا الموضوع لأنه أنا أساسا أعتبره مثل أخويا ونفسي ما تتقبل زوج نهائيا. أبو خالد أنطاها وقت تفكر وخلاها تروح تقعد عند أهلها، وظلوا أهلها يقنعون بها بالموضوع وأبو خالد أيضا وياهم. آخر شيء فاتن صارت أمام الأمر الواقع، وحتى ما تفرط بابنها وافقت وتزوجت من أخو زوجها، وزوجها بالنسبة إلها صار تحت التراب، لكن بالحقيقة هو عايش. ظلت فاتن تقريبا سنة كاملة يلا قدرت تتأقلم وتتقبل أخو خالد كزوج إلها. المهم عدت السنين وفاتن أنجبت من أخو خالد طفلة، وصار عندها ابن من زوجها الأول اللي باعتقادها متوفي، وبنت من زوجها الثاني اللي هو أخوه. وكل هاي السنين وخالد متوقع أنه أهله يدرون بيه أسير، ما يدري أنه أهله معتبريه ميت. وبعد 13 سنة كانت الصدمة اللي ما حد كان يتوقعها. بسنة 2000 تم تسليم وجبة من الأسرى العراقيين، وخالد كان واحد من ذولي الأسرى اللي تم إطلاق سراحهم. خالد طلع وأهله طول 13 سنة معتبريه شهيد وسوى له فاتحة وظلوا يترحموا له. هنا راح تبلش الأحداث والصدمات وأشياء ما تخطر على البال. خالد أول ما وصل الأرض الوطن كانوا أهله بعيدين عنه بغير محافظة، اللي كان قريب عليه هو بيت عمه. راح خالد دق الباب عليهم وصدمهم وخلاهم يكبرون ويبكون، وزوجة عمه أغمى عليها من الصدمة. عم خالد بعد أن استوعب الصدمة قال لابني أنت شلون بقيت عايش؟ احنا بلغونا أنت استشهدت وجابوك إلنا بتابوت ودفناك وسوينا لك فاتحة. خالد
ما سمع كلام عمه افتهم شنو اللي صاير وحكي لعمه كل شيء ووضح له كل الامور. عمه كان طاير من الفرحة وما تشيل القاع، لكن بنفس الوقت حاير لان ما يعرف شلون يوصل للموضوع ويقول له زوجتك تزوجها اخوك وخلف منها. المهم عمه قرر ما يبلغه ويخليه يرتاح وقال له انت ابقى هنا وانا راح اروح على اهلك ابشرهم، ما اريدك تروح عليهم انت وتصدمهم. وبالفعل راح عمه وبشر اهله بالخبر، وانتوا تخيلوا شنو راح تكون ردة فعلهم. 13 سنة وهم يظنون ابنهم شهيد وجو التراب وطلع عايش، فرحة على صدمة على بيتشي على هلاهل، والجيران كلهم التموا وصاروا يباركوا لهم. وفاتن كانت اكثر شخص مصدوم وحاير لانه كانت ما تعرف شلون تتصرف وهي بموقف لا تحسد عليه. المهم العم رجع على خالد وقال له بشرت اهلك، بس قال له قبل لا تروح اكو شي لازم تعرفه، وحكى له كل شي عن زواج فاتن ام ابنه من اخوه. بلحظتها خالد ظل ما يعرف شنو يجاوب عمه، ظلت دموعه تصب لانه كان متوقع طول هاي السنين زوجته تنتظره. اخر شي خالد صدم عمه وقال له ما اريد اروح ولا اشوف لا اخوي ولا زوجتي، بلغ امه وابوي خليهم يجون هنا اشوفهم يمك. اخو خالد لما سمع بكلام اخوه قال خلاص وبلغ زوجته قالها احنا بعد ما يصير نستمر وهذه العلاقة انتهت واني لازم اروح لاخويا، وانتي بعد ما طلع عايش لازم ترجعي له وترجع حياتكم مثل قبل. وفورا طلقها وراح ورا امه وابوه حتى يشوف اخوه. خالد استقبل امه وابوه بعد فراق 13 سنة والمشاعر كانت ما تنوصف، وشاف ابنه اللي تركه بعمر سنتين وبلحظتها كان عمره 14 سنة. وبعدها وصل اخو خالد حضن اخوه وظل يبكي ويتعذر منه، وابو خالد قال له ابني خالد السبب مو باخوك، انا كنت السبب لانه انا كنت صاحب هاي الفكرة. لكن خالد كان جوابه بالنسبة لهم صادم، قالهم اني ما اقدر ارجع لفاتن ولا اتقبلها كزوجة ما دامت زوجة اخوي. فاتن تقول ما تتخيلون الموقف اللي صرت بي، حسيت روحي كأنه شي مكروه او كائن منبوذ ما حد يريد يتقرب منه. الاخوة الاثنين صاروا ما يتقبلوني كزوجة واني ما كان بيدي شي وكنت مجبورة على كل هذا. وبالتالي تقول حسيت بشعور يكسر القلب واخذت اغراضي ورجعت البيت اهلي. كل هذا واني بوقتها كان عمري 30 سنة. وتقول من يومها ولحد هذه اللحظة اني ببيت اهلي، رفضت اتزوج وكرهت اساسا شيء اسمه زواج، واني حاليا عمري 53 سنة. حمدت ربي ورضيت بقسمتي وابني وبنتي صاروا يوم عندي ويوم عند ابائهم. وزوجي الاول خالد تزوج هو واخوه وحاليا كل واحد عنده عائلة والله يسعدهم. طبعا ما اعرف شو اقول، بس الله يعين فاتن على اللي شافته. ما اعرف حسيتها انظلمت بدون ذنب، رغم الاخوة كانوا بموقف لا يحسدون عليها، بس حسيتها اتأذت كلش وتألمت جدا عليها لانه حسيتها هي الخاسر الوحيد بهاي القصة. ما اقدر اقول الفاتن غير الله ينطيك الصحة والعافية ويعوضك بكل خير على اللي شفتي. متابعينا هذه كانت نهاية قصتنا، لا تنسون الاعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة، وتابعونا على قناة سامراء الفضائية وعلى فيسبوك ويوتيوب، وهذه حساباتي تقدرون من خلالها تتواصلون وياي وترسلوا لي قصصكم. لهنا قصتنا انتهت، لكن القصة الجاية غير شكل. الحين ما نلتقي مرة ثانية، اشوفكم على خير، في امان الله.